كابتن، الى اي حد برايك يعني انتم عم تخوضوا هيك هالمباريات التاريخيه يلي كنا نتبعها، الى اي حد كانت شخصيه انطوان شويري برايك انه هي تحمسكم انه تربح؟ ما بعرف اذا اللقطات اللي كنت عم تحطها على كانوا حطوها هلا على التي في كانت تبين يعني هاي اللقطه في بطوله اسيا، وكانوا هولي شوطين فري ثرو اخر 7 ثواني من المباراه وخسرانين نقطه. بتعرف اللعيب بهالوضع لما بحط اثنين فري ثرو بنربح بطوله اسيا. لما كنت اطلع بوجهه وشوف شو عم يعمل لي على ارض الملعب، هاي بحد ذاتها حماس وهي بحد ذاتها معنويات، ورئيس النادي تبعك واللي بتعتبره انت كثير قريب لك عم بيوقف ويحمسك بهالطريقه، فخلص بتكون مرتاح، اعصابك مرتاحه، ما بقى بيكون عندك خوف. وهيدا هو مرتاحه، او البعض بيقولوا يمكن كثره الثقه بلاعب معين بتحطه تحت الضغط كمان. بالعكس، ايه الرئيس شويري ما بحياته حطنا ولا باي مباراه تحت ضغط. في حادثه صارت معنا، كنا عم نلعب مع نادي شونفيل، خسرنا فرق كثير كبير. بتذكر ثاني نهار عملنا الاجتماع بوجود استاذ الي عنده بالمكتب، انا قلت نازلين ناكل بهدله. كان الاجتماع لضحك وانه ما تعتلوا هم وكل شيء ماشي تمام، وانتم رح تربحوا البطوله وحطوا كل الجهد، وانا مش طالب منكم شيء. هذا الموضوع انسوه. ما في رئيس نادي باكد لك بيجي بيعمل هالشيء، ما في رئيس نادي قبل اي مباراه بينزل على البريفنج محل ما نكون باللوكرز، واستاذ الي كان يضلوا معه وبيعرف شو كان يصير، كان ينزل ويحكينا بالطريقه اللي يحكي معنا. ننزل على عرض الملعب عم نلعب بكل قلب وقلب واحد. هذا الشيء مفقود. انا بحترم كل راي بينقال انه لا نحن بدنا نحارب، نحن بنحارب، لانه اللي عاشوا معه للرئيس شويري علمهم كيف يحاربوا، علمهم التحدي وعلمهم التشالنج، علمهم لما بيجي التحدي لعندهم كيف يوقفوا قصاده. هو علمنا هالشيء. بس بدك نتساعد، يكون في اشخاص مثل الرئيس شويري يساعدونا لنوقف هالوقفه. ما بعتقد الاشخاص موجودين هلا. هول الوقفات قليل كثير، هول الوقفات لما هالشخص. وين المشكل برايك اليوم بالفرديه انه رجعت هي عم تتحكم؟ الفرديه والطموح الشخصي هول بعاد كثير عن رئيس شويري. يعني هول ما كانوا بقاموسه، كانوا بقاموسه التحدي لما قال لهم انه بدي اربح بطوله اسيا، وربح بطوله اسيا. كل العالم ضحكت انه شو بطولة اسيا كيف بدنا نربحها؟ ربحنا بطولة اسيا 3 مرات. هون لما 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 زرع الضحكة بكل قلوب اللبنانية، لما السياسيين هلا عاجزين عن صنعة. ف يعني برجع بقول لك زرع فينا التحدي والقوة، ونحن واقفين وقفة الرئيس شويري، بس قليل كثير اللي بيوقفوا وقفاته له. طيب تنختم معك، لو بدك تقول له هي كلمة أخيرة بتوجهها له على الهواء وقدام الناس كله، شو بتقول له؟ يعني أول شيء بقول له أنا لآخر فترة، لآخر أيام قضاها هو، نعم، أنا كثير كنت مبسوط وكثير كنت من أسعد الناس إنه كان في تواصل دايم بيني وبين رئيس شويري. هذا الشخص علمني كثير بحياتي، هذا الشخص كان اب لإلي. لما راح حسيت في حياه انهد وراي، ما بقى في سند. كنت لما اسمع صوته او احكي معه حس انه بعده موجود، لو ما عم شوفه، لو قليل اشوفه، كنت حتى بعده موجود. الحياه انهد وراي، رح ضلني واقف، وبوعده رح ضلني واقف، وبوعده الشعار اللي علمني اياه رح ضلني حامله. شو هو الشعار؟ شعار القوة والتحدي. القوة والتحدي بالضبط. وأنا هذا الزلمة هو بيعرف والكل بيعرف أنه فضله علي كبير، وأنا بعتبره مثل بي. شكرا كابتن استاذ إيدي. قبل ما أختم معك، دائما كانت الصورة مرتبطة عنا نحن اللي كنا نتابع أنه كرة السلة ولو من بعيد، أنه في فادي الخطيب في إلي مشنتف. هلأ كما يبدو إلي مشنتف معنا على الخط. مساء خير إلي. أي بونسوار لك ولإلي ولفادي. بونسوار، تفضل. يمكن عندك مداخلة أو كلمة بتحب تقولها بالبريزيدون شويري؟ كلمة قليلة بدي أحكيها عن أنطوان شويري. بالنسبة لأنه أنطوان شويري كان مدرسة كثير كبيرة.
انطوان شويري كان اخ، كان صديق، كان اب. يعني مرحله طويله مرقت بوقت كثير قصير. بتصور اهم شغله ما كان في حواجز بيننا وبينه، والشغله الاهم واللي ما في انساها ابدا، عند مجيئه عن هذه الخدمه على رئاسه هذه الخدمه سنه 93، جايين كنا من وضع كثير تعبين، الولد كان راهب من حرب. اول جلسه قعدنا معه يعني حكينا بشغلات كانت اذا بدك شغلات مستحيله. كان البطوله المحليه على حدود 25 سنه مش منظمه، فاجا قال انا جاي لهون بدي فريق لبناني يوصل للعالميه، بدي اربح بطوله لبنان، بدي اطلع بطوله العرب، بدي اربح بطوله اسيا. بوقتها كان اذا بدك كان حلم مستحيل، مش مستحيل، ما حدا منا كلنا الاشخاص اللي كنا موجودين كان عم بيصدق اللي عم ينحكى. فهذه المرحله ما بقدر انساها، خلال فتره 6-7 سنين قدر حط لبنان بالخريطه العربيه والاسيويه والعالميه. علمنا كيف ما نتراجع، علمنا كيف نكون قوية، نواجه صعوبات، ما في شيء مستحيل. علمنا وبالأحرى علم الشباب اللبناني انه عندكم القدرة توصلوا لأعلى المراتب عربيا واسيويا وعالميا. يعني ما بعرف عنطوان شوي اللي ما بقدر اوصف كلمات، بتأثر بشغل كتير. نهار الوداع تبعه بالكنيسة ابنه فيير قال شغلة كتير أثرت فيه وأنا بدي أعيدها. قال له لأنطوان، قال له أنت بتعذبنا بس ما رح تفرقنا رح تضل معنا. بقول له أنا لفيير أنا بضم صوتي لصوته. بقول له أنطوان شويري مش ممكن يفارق حدا منا، أنطوان شويري مش ممكن يغيب لا عن الأشخاص اللي عاشروه ولا عن كل الشعب اللبناني، لأنه عن جد إنسان مثل أنطوان شويري رح يبقى بالتاريخ.